بقول لك بالمره كابتن تشكيل فرقه النادي الاهلي النهارده. ماشي، هيبقى محمد الشناوي حارس المرمى، وناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب بدر بنون، ايمن اشرف، الاثنين اللي قدامهم خط النص اليو ديانج وحمدي فتحي، ثلاثه الوسط الهجومي هيبقى كهربا، قفشه، حسين الشحات، وقدام والتر بواليا. نقولهم مره ثانيه برضه، شناوي وناحيه اليمين اكرم توفيق، ناحيه الشمال علي معلول، الاثنين اللي في القلب ايمن اشرف وبدر بنون، الاثنين اللي قدامهم خط الوسط الدفاعي هيبقى اليو ديانج وحمدي فتحي، ثلاثه اللي قدامهم خط الوسط الهجومي كهربا، قفشه، حسين الشحات، وقدام راس حربه والتر بواليا.